اهلا بكم في مقطع جديد من لعبة ديستني 2. اليوم جايب لكم جيم سولو او لوحدك تلعب دنجن بيت اوف هيرسي من غير ما تموت. طبعا الشيء اللي انت هتاخده اللي هو الترايمف والامبلم هذا. طبعا المفروض كنت اسويه من زمان بس كان ناقصني مود واحد فقط والحمد لله طحلي في المناجري المود اللي هو هذا اللي هنا الهايف اورنمنتس. هنا لما تذبح الهايف بالجرانيت يعطوك هيفي امو. انا كان دائما يعني مشكلتي في الهيفي كان دائما كان يغلق مني وكنت اعاني مع المود هذا. صراحه الهيفي عندي ما يغلق نهائيا. طبعا باقي البيلد طبعا حاطط كل شيء هنا. حاطط المود اللي يجيب لي الجرانيت بسرعه. طبعا حاطط هنا ريزيرف جاب الزينوفيج وبلعب باللودد كويستشن وحاطط اوترايفل. ممكن هنا اي شيء تبغى تحطه. زينوفيج لانه عند البوس بكون من بعيد لبعيد. اصلا اكثر الاقيام اللي انت حتشوفوها كله من بعيد لبعيد. يعني ما بحاول اني اكون قريب من الانمي عشان لا اموت. يعني ممكن اي غلطه واحد يموت. فزينوفيج كويس. اناركي كويس برضو افضل من زينوفيج. الاناركي اللي عنده اناركي انا للاسف ما عندي اناركي. فالزينوفيج أدى اللي عليه وزيادة. طبعا نيجي للباقي الدروع كلها حاطط فيها الهايف بارير. هنا بيقلل الدمج اللي بيجيني من الهايف 20% لمدة 10 ثواني. مدينك تركب كم مود ويزيد المناعة عندك. يعني يكون عندك حصانة تقريبا مؤقتة ضد الدمج. يعني تدمج خفيف ما تدمج ذاك الدمج الجامد. حتى هنا في اليد حاطط الهايف بارير. حتى يعني ما طورت الدرع قلت اروح اجرب ومن اول مرة يعني ما شاء الله جبناها. وفي الرجل برضو حاطط يعني حاطط انا 3 حبات من هذه اللي هي الهايف بارير ومحتاج واحد فقط اللي هو الهايف اورنمنت. طبعا يمديك تحط كم واحد بس انا واحد كفاية يكفيني. حتى انت هيكفيك واحد. اهم شيء انك انت ما تدمج كتير عشان تقدر تعيش. وحاطط في الصدر عندي الاكزوتيك فينس بروتوكول عشان لو فكيت الويل ودبحت جوتها يرجع لي سوبر بشكل اسرع. تاني شيء وانا بدبح بالجرانيد كمان بيشحل لي سوبر. طيب انا اترككم كده جيم بلاي بالمقطع. يعني حاول ان اختصر لكم فيه قدر الامكان لكن هو مقطع حيكون طويل كده عشان يبين لكم. ممكن أنا اختصر لكم عند البوس يعني فقط. اما الباقي حاولوا انيش ما اختصر لكم عشان تعرفوا كيف الطريقة. طيب تمنيات لكم بيوم سعيد ونشوفكم مقطع جديد بإذن الله. ولا تنسوا اللايكات والشير اهم شيء. مع السلامة.